الأعمال العام الأستاذ هشام توفيق ترأس اجتماع للجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة وزارية للقطن، وده موضوع أعتقد ده موضوع يهم كل المصريين. اللجنة دي معنية بتنفيذ ومتابعة نظام تداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم 2021 عشان ننهض بمنظومة تجارة القطن المصري وتحقيق مصالح المزارعين. احنا عارفين ان القطن يبدأ عند المزارع، واذا كنا عايزين نوصل الى الثروة المصرية من الذهب الابيض لازم نبتدي من عند المزارع وناخد كل المنظومة. ممكن اقعد احكي لكم كلام كتير عن هذا الموضوع، لكن خلونا نسمع منه احسن وافضل من معالي وزير قطاع الاعمال العام الاستاذ هشام توفيق. اهلا وسهلا معالي الوزير. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا فندم. معالي الوزير، يعني موضوع القطن ده موضوع الحقيقة في منتهى الأهمية سواء اقتصاديا أو حتى بالنسبة لكرامتنا كمصريين. حضرتك مبتدي من عند المزارع اللي بيزرع هذا القطن، وإزاي بنعمل إيه عشان خاطر نشجعه إن هو يعمل المطلوب منه؟ طيب خليني أقول الأول إنه طبعا إحنا قبل الصناعة صناعة الغزل والنسيج اللي هي برضو سلسلة إمداد، كان لابد ان احنا نرجع خطوتين ورا من اول الغيط الى المحالك مرورا بالتجارة. التجارة كان عندنا مشاكل لما جينا اجتمعنا مع يعني عدد كبير من الصناعة، وتم الاستقرار على انه لابد من تطوير نظام التداول. تطوير ليه؟ لأنه كان بيحصل عمليات غش كبيرة من الغيط إلى الحلقة بتاعة اللي بيحصل فيها التجارة في ما يسمى بالجلابين اللي هو ممثلين لشركات التجارة، هم خلاص بقوا متوحدين مع المزارعين في وهم اللي بيديهم يرموا لهم قرشين الأول علشان يتحكموا. المزارع مش عارف الاسعار ايه، بيسمع ان في الحكومه وياخد قرشين عشان خاطر يزرع بيهم وهو مزنوق، ياخد قرشين مقدم والامور ماشيه. احنا جينا الحقيقه يعني في 2018 اجتمعنا كلجنه، في لجنه اسمها لجنه القطن معنيه من بشؤون القطن والحليب والصناعه كلها، وهي كان ممثل فيها ولا زال وزير التجارة والصناعة وزير الزراعة وزير قطاع الأعمال العام. الحقيقة كان أول قرارات للجنة دي بعد إعادة تشكيلها إن إحنا هنجرب في موسم 2019 نظام جديد للتداول. النظام ده ببساطة بيخلي وجربناه في بني سويف والفيوم، وببساطة هو بيعيد تاني القطاع الحكومي، يعني ان هو بيتحكم في المراكز التجميع، وعملنا 17 مركز تجميع في بني سويف والفيوم حسب اماكن الزراعه. ادينا للمزارعين ببطايق الحيازه بتاعتهم، ادينا لهم اكياس الجود اللي يلموا فيها النظيفه الجديده بالدباره القطنيه علشان نتاكد ما يحصلش اختلاط واستلمنا منهم في مراكز التجميع، وعملنا مزايدات بتتم. اول لما كنا بنعمل 200 كيس بنجمعهم كنا بنعمل مزاد، والمفروض الوزاد بيخش في الشركات التجاره الخاصه، ومن هنا بتبتدي علاقتهم بالقطن. للاسف يعني لم تقبل شركات التجاره لاسباب بنعالجها في الموسم ده اللي هو موسم 20، وكان مفروض ان احنا نعمم التجربه على كل المحافظات اللي بتنتج في مصر، بس اتاخرنا شويه فتم اضفنا البحيره والشرقيه اضفناهم على بني سويف والفيوم. استفدنا طبعا بكل التجربه اللي فاتت فيما عدا اليه ان احنا اضفنا معانا لجنه تجاره الاقطاب في الداخل وممثلين للتجار علشان نقدر ان احنا يعني يكونوا معانا في اتخاذ القرارات. بإذن الله بتبتدي اللجنة من 1/9 بتشتغل في المراكز الأربعة، وبتنتهي العمل في ديسمبر، وبإذن الله يعني مستشفرين خير. الفكرة إن هو النتائج الجيدة
السنه اللي فاتت بالنسبه للاقطان شجعتنا جدا ان احنا نستمر. القطن نضف جدا، التلوث قل، الغش انعدم لانه ما بقاش فيه حلقه وسيطه ما بين التاجر ما بين المزارع والتاجر، والمزارع برضو اخد اعلى سعر موجود لان المزايده يعني بتتم السعر بيتم تحديده من اللجنه والمزاد مفتوح للتجار عشان يزايدوا عليه. فباذن الله بقول النظام ده هيتم المره دي في الاربع محافظات، الشرقية والبحيرة هما تاني وتالت أكبر مراكز بعد كفر الشيخ. نعم. بالنسبة للوجه البحري بإذن الله السنة الجاية تتعمل في المراكز كلها، وبإذن الله تكون بورصة السلع اشتغلت بحيث ان احنا نستفاد من النظام اللي موجود ومراكز التجميع. تاني معالي الوزير، المزارع يروح لمراكز التجميع ابتداء من امتى بالزرعة بتاعته؟ ده الاول بس ضروري لما نفتح هيروح الاول يستلم الاكياس بتاعته ببطاقة الحيازة على اساس يلم ويرجع لنا اي وقت من بنفتح فيه 1 سبتمبر في الابلي بنسويك والفيوم و15 سبتمبر في البحيرة والشرقية. وبنقعد لحد اخر 10 متهيألي بنستلم، مش كده؟ هتقعد اخر 10 في بني سويف والفيوم، وهتقعد الى منتصف ديسمبر في الوجه البحري. بني سويف والفيوم العدد الفدرين المنزرع قليل قوي السنه دي، فيعني اخر اكتوبر يعني شهرين يبقى كويس قوي نقدر نلم فيهم المحصول. والناس مش هتعمل زي السنه اللي فاتت يقولوا احنا زرعنا وما حدش بياخد مننا، ولا ما تم الاتفاق عليه خلاص؟ بني سويف والفيوم احنا اخذنا كشركه قابضه للغزل والنسيج، يعني تعهدنا ان التجار لو ما دخلوش احنا شايلين بني سويف والفيوم كلها، وده اللي حصل. مفيش حد بني سويف والفيوم ما باعش، كلهم باعوا باذن الله. طب وكفر الشيخ بقى والبحيره والشرقيه هيعملوا ايه؟ التجربه هم في الاربعه دول النظام القديم ماشي، بقيت احنا بنأمل ان احنا يعني بتقديم عملية المزادات والكلام ده كله انه ينجح السنة دي ويبقى فيه اقبال، وبإذن الله يتم التطبيق السنة الجاية. زي ما قلت لحضرتك هتبقى بورصة السلع بإذن الله اللي هي برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بإذن الله تكون اشتغلت بحيث انه يتم المزايدة بقى على مستوى البلد كلها. طيب معالي الوزير، طبعا ده موضوع في منتهى الأهمية وفي موضوعات تانية مهمة جدا، واعتقد ان احنا محتاجين اننا نطلب منك على الهواء وعد ان حضرتك تشرفنا في 90 دقيقة تكون ضيفنا نناقش كل هذه المواضيع اللي بتدور في وزارة قطاع الأعمال العام، لان فيها حاجات تخص يمكن كل الشعب المصري. شرف لي يا أستاذ هشام. بشكر حضرتك معالي الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شكرا جزيلا. ايه اللي حصل لنا بقى في الثلاث اربع اشهر بتوع كورونا؟ الحقيقه حاله الحبس عند بعض الناس وحاله الفوبيا عند بعض الناس، عندنا مشاكل نفسيه حصلت، وكان في عنف منزلي موجود، كان في حاجات كتير قوي ارتبطت بالكورونا وغيرها من المواضيع اللي محتاجين نبص عليها نفسيا. ولما نتحدث نفسيا نتكلم مع مين افضل من دكتور احمد عكاشة، وهو استاذ الطب النفسي مش بس في مصر، ده في العالم كله، والمصريين بيثقوا فيه ثقة شديدة جدا. لكن قبل ما نلتقي بالدكتور احمد عكاشة، يعني انا شخصيا حزين جدا على الفنانين اللي رحلوا عن عالمنا في هذا الاسبوع. الفنانة شويكار اسعدتني